شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية منافسات النسخة 27 من بطولة بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين والتي نظمتها منظمة بريف على صالة مبادلة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي والتي شهدت مشاركة 20 لاعبا من 15 دولة. وقد شهدت البطولة حضور عدد كبير من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي شهدت عبر السنوات الماضية حرصا كبيرا من البلدين على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات والذي عكس وبشكل واضح ما تتطلع إليه القيادتان والشعبان الشقيقان لزيادة الجهود من أجل المحافظة على المكتسبات والمنجزات بما يعزز أمن واستقرار البلدين ويدفعهما لمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار. وقال سموه إن المنامة وأبوظبي عنوان لروابط تاريخية وثيقة وعنوان للأخوة والمحبة والتعاون والتي ترجمتها العلاقة الوطيدة التي تربط سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه بأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. واعتبر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن العاصمة الإماراتية أبوظبي باتت محطة متميزة ساهمت في دعم النجاحات التي حققتها بطولة بريف والتي بدورها تدفع نحو مزيد من الانتشار وتعزز من قوة هذه البطولة التي انطلقت من العاصمة المنامة لتجوب مدن وعواصم القارات السبع لتؤكد على ما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور ملحوظ على الصعيد الرياضي والذي ساهم في إطلاق هذه البطولة التي تحمل في طياتها أهدافا تعزز من المكانة المرموقة التي تحتلها البحرين على خارطة الرياضة العالمية. وأشاد سموه بالمستويات التي قدمها اللاعبون في هذه النسخة من البطولة والتي انعكست على إبراز وإنجاح هذا الحدث مهنئا سموه اللاعبين الفائزين ومتمنيا حظا أوفر لبقية اللاعبين في النسخ القادمة مقدرا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة بريف برئاسة السيد محمد شاهد للإعداد المتميز لإقامة هذه البطولة على الشكل الذي يعكس تطلعات سموه في التأكيد على أن هذه البطولة هي إحدى أبرز البطولات القارية والدولية على مستوى المحترفين في رياضة فنون القتال المختلطة. هذا وقد شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نزالات النسخة 27 من بطولة بريف التي أقيمت خلالها 10 مواجهات كان أبرزها إقامة مواجهتين رئيسيتين على حزام الوزن المتوسط والذي جمع بين اللاعب الأردني جراح السيلاوي واللاعب الفرنسي عبدول عبد الرحيموف والتي انتهت بفوز جراح السيلاوي.